28 من كانون الأول ديسمبر عام 1978. كانت شوارع الجزائر تزدحم بالناس، مواطنون جزائريون وقادة دول وأحزاب. كان صوت البكاء عالياً. الكاميرا تجول بين الجموع، تلتقط صور عبد العزيز بوتفليقة، ثم ياسر عرفات وآخرين، وترصد رجلاً بشعر لونه الشيب يبكي بحرارة. نقف أمامك أيها الرجل الذي قضى حياته بين ساحات الوغى. في ذلك اليوم كانت الجزائر تشيع رئيسها الكاريزمي وأحد رجال حرب التحرير الهواري بومدين، الذي توفي عن 47 عاماً. مليونا شخص خرجوا لتحيته، فقد كان بالنسبة لهم رمزاً للنضال وللمواقف الجريئة في المحافل الدولية، ومدافعاً شرساً عن قضايا العالم الثالث. ولما ووري الثرى كانت الجزائر تطوي صفحة الرئيس الذي تمتع بشعبية كبيرة وحكم البلاد بقبضة رجل الحكم الأوحد. وفاة هواري بومدين كانت فاجعة، وكل المؤسسات وقت ذاك، سواء كانت جبهة التحرير الوطني أو المؤسسات الأخرى الحكومية، كانت تفكر في من يخلف هذا الرجل، وفيه من كان يقول من يخلف هذا العملاق. هناك مرشحان في ذلك الوقت مثل ما يقال، عبد العزيز بوتفليقة ومحمد صلاح يحيوي. لو وصل إلى السلطة أحد هذين الرجلين كان من المفروض أن يقضي على كل الباقي لينفرد بالسلطة لوحده. كان يحيوي السكرتير العام لجبهة التحرير الجزائرية، صاحب توجه عروبي، فيما كان بوتفليقة الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد بومدين أكثر ليبرالية وانفتاحا على الغرب. في الفترة تاع 45 يوم هذوك، فترة الشغور منصب الرئاسة، كان فيه يعني صراع كل من تيار الحزب وتيار تاع الإدارة، لكن في الواقع السلطة كانت بيد الجيش. القوة الوحيدة التي كانت موجودة في الجزائر في ذلك الوقت هي مؤسسة الجيش، وبالتالي استطاع الضباط بكل بساطة أن يفرضوا الرئيس الذي اختاروه وهو منهم. سيد اللعبة بعد رحيل بومدين والمتحكم في خيوطها كان رجل الكواليس القوي قاصدي مرباح، وقد وقع خياره على قائد الولاية الخامسة بعد الاستقلال العقيد الشاذلي بن جديد ليكون رئيسا للبلاد، ظناً منه أنه يسهل التحكم فيه. وقد كانت المفاجأة الأكبر من نصيب الشعب الجزائري، فالغالبية لم تسمع سابقاً بالرجل الذي كان حينها في طريقه ليصبح رئيساً للبلاد. هل أنتم موافقون على تعيين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأخ المجاهد المناضل السي الشاذلي بن جديد لرئاسة الجمهورية؟ ولد الشاذلي بن جديد عام 1929، وهو الابن الثالث لعائلة رزقت 9 أولاد. عرف الشاذلي بالرجل الصامت غالباً، وبأنه من مناضلي ثورة التحرير. ولما تولى الهواري بومدين الرئاسة عين الشاذلي عام 1964 على رأس الناحية العسكرية الثانية، أي القطاع الوهراني. تعهد أمامكم جميعاً أنني لأبقى وفي للمبادئ التي سطرها رئيسنا الرحل. اختير لأنه عسكر، اختير لأن بعد وفاة بومدين كان المطلوب أن تكون هناك استمرارية داخل نفس الجيل وداخل نفس العائلة السياسية. يعني لا يمكن أن نتصور أن تخرج السلطة بعد بومدين خارج جيش التحرير وخارج جبهة التحرير وخارج الجيل الذي قاد ثورة التحرير
ووصل إلى الاستقلال، لكنه اختوري كذلك لأنه بين قوسين صاحب شخصية سياسية باهتة من دون فكرة سياسية واضحة، من دون عداوات خاصة. الذين أتوا بالشادي بجديد كان لديهم مصلحة في بقائهم في مناصبهم أو الحصول على منافع أكبر، وبالتالي الإتيان بشخص الذي يعني سوف يكن لهم العرفان ولا يخشون من سطوته أو انقلابه عليهم. أنا قال لي شد لي بجديد لي أنا شخصيا إنما طرحت عليه السؤال، هل حقيقة سيد الرئيس أنت الجماعة اللي نصبتك على رأس الدولة كان تعتبر أنت ماكش كفء باش تحكم الرئاسة وتكون رئيس فقط لمرحلة انتقالية؟ قال لي نعم، أنا عينت لأكون رئيسا لمدة سنة واحدة فقط. كي قاعدين نتعشوا حتى قال لي أم حابين يحصلوها في راسي والتركة ثقيلة، قال لي واش كان حامل بومدين مسكين. اعتبر أن قبوله لرئاسة الجمهورية هي تضحية مرة أخرى في سبيل الوطن. كان الشاذلي يمضي معظم وقته في وهران، وكان يغلب عليه طبعه الهادئ وحبه للحياة، وكان من الرجال المقربين جدا من الهواري بومدين. يذكر الشاذلي بن جديد في مذكرته بأنه كان هناك روابط صداقة قوية جمعت الشخصان. رئيس بومدين بعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها والدور الذي ساهم به الشاذلي بن جديد حيث كان عبارة عن قوة دعم في إفشال هذا الانقلاب، بالإضافة إلى ما كان يعرفه عنه من عدم وجود طموح سياسي وأنه داخل مجلس الثورة لم يكن يتدخل في المناقشات التي كانت تحدث. الصداقة اللي كانت ما بين الرئيس بومدين والعقيد الشاذلي هي صداقة يعني من وقت الثورة، وأنا شفت الحديث اللي كان يدور بيناتهم صداقة، يعني تعرف كيفاش صديق يتكلم مع صديق، ما هوش عقال نائب رئيس جمهورية وزير دفاع مع قائد ناحية. وكان الشاذلي مخصص له فيلا في بوسفر، وكانت حتى في بوسفر يسموها الفيلا تاع بومدين. ورث الشاذلي بن جديد عن الهواري بومدين بلادا تنتمي إلى محور الدول الاشتراكية ومن أبرز مناصري القضية الفلسطينية. أما على الصعيد الداخلي فقد رسخ بومدين سلطة الجيش والحزب الواحد في الحكم، وأطلق الثورة الصناعية والثقافية والزراعية، واستفاد من مخزون البلاد في إنتاج النفط. كان على الشاذلي أن يخلف رجلاً تمتع بكاريزما كبيرة، ومن هنا ستبدأ مرحلة تعرف اليوم بسنوات الشاذلي، وهي مرحلة ما زالت مثار جدل وأسئلة وانقسامات. شاذلي بن جديد في مرحلة أولى ككل حاكم يصل إلى السلطة حاول أن يفرض وجوده ويفرض سلطته بطرق كلاسيكية، إبعاد الشخصيات التي يعتبر أنها من الممكن أن تنافسه واختيار شخصيات جديدة من المقربين. قام شاذلي بترقية قاصد مرباح إلى رتبة نائب وزير الدفاع لشؤون التسليح، وسلم حزب جبهة التحرير لمحمد شريف مساعدية، وتسلم هو إدارة العلاقة مع مؤسسة الجيش في مكانة السياسة الخارجية في عهدة محمد الصديق بن يحيى، والسياسة الاقتصادية في يد عبد الحميد الإبراهيمي. تمتع هؤلاء الرجال الأقوياء باستقلالية كبيرة، وكان شاذلي يقوم بدور هو أشبه بتنسيق العمل، وقد تمكن من تقديم صورة جديدة للرئيس الذي يحكم الجزائريين. نعمل على حل المشاكل المطروحة الحقيقية، المشاكل المطروحة في مؤسستنا واللي تعاني منها الطبقة الشغيلة. هذا على كل حال نوعدكم باللي نعمل بكل جهد. الواحد ما ينساش أن شاذلي جاء بعد بومدين، فبومدين كان يعطي صورة تاع رجل بارد ثوري، رجل مبادئ ما يتنزلش. فجاء شاذلي أعطاه صورة جديدة على رئيس الجمهورية، صورة أكثر إنسانية، صورة أقرب إلى المواطن. أدخل نوع من تقدم، نوع يعني من الرفاه في المؤسسات. يعني المؤسسات أصبحت لينة،
الرئيس يعني كان يتكلمنا ويقولنا يعني مثلا هذا قراري هذا كذا هذا كذا، ولكن احنا لما ندخل ونقول فخامة الرئيس يعني هذا الموضوع يكون يعني على هذا الشكل، يعني مش على الشكل اللي قلته انت. يقول لك قنعوني. بدأ الشاذلي في تقديم صورة للرجل السياسي مختلفة، انفتح على بعض الأوساط الاجتماعية الميسورة الغنية، بدأ يغير في النمط السياسي السائد، في نوعية النخبة السياسية السائدة وتحالفاتها. اعتمد الشاذلي سياسة اقتصادية مناهضة للسياسات الاشتراكية التي كان بوميديان ينتهجها، حيث أنهى مشروع الثورة الزراعية ومشروع التصنيع وأعاد الأراضي التي أممها بوميديان إلى مالكيها الأوائل، كما شجع الاستثمارات ومشاركة رؤوس الأموال المحلية الخاصة. فبدأت تظهر في شوارع العاصمة الكثير من السيارات الجديدة كواحدة من علامات التشجيع على سياسة الاستهلاك. بدأ يقال للجزائريين يمكن أن تكونوا أغنياء، يمكن أن تكون جزائري جيد وأنت غني وأنت صاحب سيارة وأنت صاحب فيلا، كلام أقل على الفلاحين وعلى العمال وعلى التقشف وعلى الجدية في العمل. الشاذلي قدمه وكأنه يريد أن يهدئ من وتيرة المجتمع الجزائري، كأنه كان يقول للجزائريين استرخوا شوية. فرفع شعار من أجل حياة أفضل ويعني محاربة الندرة وما إلى ذلك. الانفتاح الاقتصادي الذي أرساه الشاذلي بن جديد بالتعاون مع طاقمه السياسي أعطى الأولوية لأصحاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين، وقد ترافقت عملية تطبيقه مع ظهور طبقة غنية في المجتمع الجزائري، وبدأ الكلام عن انتشار الفساد بين رجالاتها، كما برز حضور نخبة سياسية واقتصادية تحكمت بأمور الاقتصاد ومرافقه. هكذا راحت تظهر الفروق الطبقية بشكل واضح في الجزائر، بل كادت الطبقة الوسطى تختفي. في هذه المرحلة انتشرت في الجزائر شعارات حول حياة الرفاه، فتم السماح للجزائريين بالسفر إلى الخارج، وترافق ذلك مع انفتاح على الغرب، على عكس ما كان سائدا في عهد بوميديان الذي كان متحالفا مع المحور الاشتراكي. شاذلي حب بيخلق التوازن، قال لماذا الجزائر معزولة في علاقتها مع الغرب؟ لماذا ما نخلقش توازن في العلاقة في السياسة الخارجية؟ العرب أصدقاء بحكم التاريخ، بحكم اللغة، بحكم المسار المشترك، ولكن الجزائر كذلك عندها مصالح مع الغرب. فالإشارة الأولى كانت آنذاك مع فرات، شاذلي وميتيران كانت عندهم علاقات مميزة، رجعت الثقة بين الجزائر وفرنسا. قام الشاذلي بزيارة رسمية إلى فرنسا في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1982، وكانت الصورة الشهيرة له وهو يصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران بحرارة. كما كان أول رئيس جزائري تفتح له واشنطن أبوابها، حيث زارها في نيسان إبريل عام 1985. وفي عهده تم التقارب الجزائري المغربي، وقد مال إلى اتجاه تصالحي في قضية الصحراء الغربية. هذا التوازن الذي أدخله الشاذلي بن جديد في السياسة الخارجية هو اللي أعطى هوية للسياسة الخارجية تعنا في التسعينات، وأعطاها هذه القوة وأعطاها هذاك الاعتراف. أظهر الشاذلي بن جديد قدرة على تعلم فنون الحكم وترتيب الأدوار تحت سلطته، ولكنه انشغل بأمور إدارة السلطة. كان الشارع الجزائري يعيش تغيرات كبيرة يعبر عنها في احتجاجات كان أبرزها الربيع الأمازيغي. سنة 80 ربما السبب المباشر لحدوث ما حدث في منطقة القبائل وما سمي بعد ذلك بالربيع الأمازيغي هو منع محاضرة للكاتب المعروف مولود معمري اللي كانت حول الشعر القبائلي القديم. قبل ما يوصل جامعة تيزي وزو تم إيقافه من طرف عناصر الأمن واقتياده إلى مكتب الوالي، قيل له أن المحاضرة ممنوعة، هذا ما جعل الطلبة يخرجون إلى الشارع للاحتجاج وبدأت الأحداث. في 11 من آذار مارس عام 1980 انطلقت المظاهرات من تيزي أوزو إلى بيجاية ووصلت إلى الجزائر العاصمة،
فردت السلطة بحملة اعتقالات واسعة لعشرات الطلبة الجامعيين والتلاميذ الثانويين والنقابيين والناشطين، وقامت قوات مكافحة الشغب بمداهمة أحياء جامعية في الحسناوة وتيزي أوزو. وأول امتحان تعرض له الرئيس شادي بن جديد هو الربيع الأمازيغي. الشادي بن جديد أولا استعان بالأمن، يعني ولم يحاور أصحاب هذا المطلب، فهو أول من قبل كل شيء تعامل مع الحدث ليس بشكل سياسي وإنما بشكل أمني. تم إلقاء القبض على عشرات بالمئات من الطلبة ومن المنشطين، وتم تسريح الجميع باستثناء عدد 24، وتم إرسالهم ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة، ولكن بعد أسابيع فقط أصدر الرئيس شاذلي بن جديد أمرا بالإفراج عن الجميع وطوي ملف أحداث منطقة القبائل من الناحية القانونية من الناحية القضائية. بعد الربيع الأمازيغي لم يهدأ الشارع الجزائري. كانت الاحتجاجات تتكاثر لأسباب اقتصادية أحيانا وسياسية أحيانا أخرى. وفي 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1982 نظمت وقفة للإسلاميين في الجامعة المركزية في العاصمة، كان عنوانها الأهم الاعتراض على نهج الحكم الذي لا يعتمد على النص الديني، والمطالبة بإطلاق سراح الإسلاميين الموجودين حينها في سجون الدولة. مباشرة بعد الأحداث الجامعة المركزية على 6 صباحا تمت الاعتقالات، يعني اللي روحوا له يوجدوه في البيت قبل صلاة الصبح، وأنا واحد ولم أكن في البيت في ذلك اليوم، فنجوت من الاعتقال في الفترة هذه، وثم تم توقيفي بعد تقريب 2. رغم أن عهد الشاذلي شهد في مراحل متعددة قمعا للإسلاميين كما حصل خلال حادثة الجامعة المركزية، إلا أن الرئيس الجزائري انتهج في الوقت عينه سياسة الانفتاح على دعاة إسلاميين من خارج بلاده، وفتح لهم المجال للكلام عبر منابر مهمة، فدعا الشيخ محمد الغزالي ليقدم حصة أسبوعية عبر التلفزيون الجزائري، كما دعم دور النشر التي نشرت كتبا للغزالي وللشيخ القرضاوي، وشجع الشاذلي إنشاء جامعة للعلوم الدينية. الشاذلي لما كان في وهران كان معروف بأنه ليس اشتراكي ولا يساري ولا هو مقتنع بالاشتراكية، فلما جاء إلى الحكم كان لابد أن تكون له تحالفات جديدة، فأبعد التيار اليساري لصالح التيار الإسلاموي. وصل في مرحلة ما أن أصبحت المساجد كلها مسيطر عليها من طرف الشباب الذين عادوا من السعودية. لما تمشي في أمام المساجد كل الشوارع ملأة بالمصلين الذين يستمعون إلى الخطاب الوهابي أو السلفي. التوازن اللي كان بومدين يعمل به الشاذلي أحدث فيه انعدام. في الوقت الذي كان فيه التناقض هو السمة التي ميزت علاقة الشاذلي بالتيار الإسلامي في الجزائر، كانت شرائح متعددة أخرى تنظم احتجاجات ضد سياسات الحكومة، فاندلعت اضطرابات العمال واضطرابات الموانئ وغير ذلك. ولم يتوقف كثيرون عندما سمي لاحقا بغضب الملاعب، حيث سجلت أعمال شغب خلال مباريات لكرة القدم، وقد كان ذلك مقدمة لتململ اجتماعي بين الطبقات الأفقر، تلك الطبقات التي لم يأتي الانفتاح الاقتصادي لصالحها وعانت من انخفاض الأجور أو البطالة ومشاكل السكن. النخب السياسية لم تعرف كيف تقرأ التحولات التي بدأت تظهر في المجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري تاع الثمانينات ليس الجزائر تاع الستينات أو السبعينات. بدأت مطالب، بدأت الحركات الاجتماعية الفاعلة. الفكرة الأساسية اللي ممكن نقولها في الفترة أن النظام السياسي بقى متجمد ولم يعرف كيف يتعامل مع هذه التحولات التي بدأت تظهر على مستوى المجتمع. بدت السياسات المنفتحة والظروف الاقتصادية العالمية وكأنها تعاكس الشاذلي. الضربة الأقوى لطموحاته كانت مع انخفاض أسعار النفط، حيث فقدت الجزائر ميزة العنصر الذي تعتمد عليه في اقتصادها. وصلت المديونية الخارجية تاع الجزائر إلى 18 مليار دولار، وانهار البترول،
عندما انهار البترول أصبحت الجزائر الإمضاء تاعها المالي ضعيف. أدى انخفاض سعر البترول إلى بتر مشروع الشاذل الاقتصادي، فساءت أحوال الجزائريين وخاصة الأكثر فقرا بينهم، وتفاقمت أزمة السكن والبطالة في الجزائر التي كانت تستورد معظم ما تأكل وتلبس. جاء خطاب الرئيس الشاذلي في 19 من أيلول سبتمبر عام 1988 يحاول امتصاص النقمة والتوترات القائمة في البلاد. احنا ما جيناش من السلطة ولا نقبل السلطة لاضطهاد المواطنين، احنا جينا نمارس السلطة في إطار القانون، ونؤمن بممارسة الديمقراطية الحقيقية ليس الفوضوية. كان خطاب عنيف جدا من ناحية الألفاظ بالنسبة لرجل يمارس السلطة. الشاذلي يتكلم كمعارض ماشي كرجل يمارس السلطة. أراد التغيير، أراد التحسين، ولو في إطار الحزب الواحد ممكن نقول أنه انفجر في هذا الخطاب وسمعناه قال كلمة: أعطي لي حريتي وأطلق يدي. ألقى الشاذلي خطابه ذاك قبيل موعد انعقاد المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الذي كان هدفه تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية، وقد تغلغل داخل النظام نفسه تيار معارض بقوة للشاذلي. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise dans le cadre d'un système fermé qui refusait toute possibilité d'ouverture. Et on se rappelle très bien qu'à cette époque-là, il avait des problèmes avec le parti, il n'arrivait pas à faire bouger les lignes. Et à l'évidence, c'est quelqu'un qui voulait faire bouger les lignes. في آخر اجتماع نتاع اللجنة المركزية في 88، يعني قبل حتى خطاب سبتمبر 88، كان نتكلم مع أعضاء اللجنة المركزية في اجتماع اللجنة المركزية وقال لهم لازم نغيروا النظام. هذاك الوقت في الجزائر ظهر تيار إصلاحي أراد تفتح اقتصادي يليه تفتح سياسي، وكان نقاش واسع جدا لكن داخل السلطة داخل النظام، هذو داخل السلطة متضاربين والمجتمع بعيد عليهم. بعد الخطاب بأسبوعين كانت أحداث أكتوبر. في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1988 كان الغضب الشعبي عارما، فاتسعت رقعة التظاهر في العاصمة وامتدت في كل المدن تقريبا. يومها حطم المتظاهرون كل ما صادفهم من مبان ترمز إلى سلطة الدولة. لا أحد كان يعلم بالتوقيت، يوم 4 أكتوبر في الصباح كان كل شيء عادي، لكن كانت هناك يعني عبارة كانت تروج في وسط الشعب الجزائري: رايحة تنوض رايحة تنوض. هذه العبارة كانت متداولة ومنتشرة بكثرة، لكن لا أحد كان يدري أو يخطط لذلك التوقيت في ذلك اليوم بالذات. ووصلنا اليوم الأول في العاصمة ما فيهاش لا شرطي ولا دركي ولا عسكري، لأن قبل سنة أو سنتين كان الشاذلي خذا قرار إخراج كل العسكر والدرك من العاصمة. إذن لما وقعت أحداث أكتوبر العاصمة كانت مباحة للأطفال يفعلون فيها ما يشاءون. كانت الشعارات التي ترددت خلال مظاهرات أكتوبر شديدة العداء للطاقم الحاكم في الجزائر، وسمعت في الشوارع صرخات من قبيل: مساعدية سراق المالية والشاذلي قاتل. Octobre 88, c'est le soulèvement d'une jeunesse qui n'en pouvait plus de vivre dans le cadre du parti unique. Et il y avait des jeunes agglutinés devant les portes d'immeubles. Je me suis adressé à l'un d'eux en lui disant: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous ces jeunes? Il y a toute cette police. J'ai eu droit à une réponse qui tient en un mot, qu'on ne peut pas inventer, qui est les dunia. الذي حدث في الجزائر أن الخبز اللي كنا نشريوه بسبعة دور ولا باقات 35 سنتيم وصلت العشرة دينار. الساشي نتاع الحليب كنا نشريوه بثلاثين دورو ووصل لثلاثين دينار الآن. أن المؤسسات نتاع الدولة اللي كنا نشوفوها مؤسسات ملكنا ملك للشعب الجزائري تباعت بالدينار الرمزي.
أن المجالات اللي كنا نقوله مجالات استراتيجية تاع الدولة الجزائرية تفتحت للقطاع الخاص وتفتحت للأجانب، أن قطاعات كاملة سلمت لأجانب. أنا كنت قانع باللي القناعة الأولى باللي نظام سياسي أحادي وصل إلى مداه وإلى منتهاه. كنت قانع من جهة ثانية باللي المواطنة لا سيتوينتي طالبت بحقها في الوجود. 5 أكتوبر ما كانش من وحي غضب الشباب وفقط، فيه ناس اللي حملوه على أن يغضب أكثر، فيه ناس اللي حملوه على أن يتنظم أكثر. انفجار أكتوبر 88 سواء كان مفتعل أم لا، وضع الخلاف السياسي الذي كان داخل السلطة وضعه في الشارع. لم يمر وقت طويل حتى استولت القوى الإسلامية على الشارع وصارت ذات حضور قوي في المظاهرات. في 7 أكتوبر سارت في شوارع العاصمة مظاهرة كبيرة كان على رأسها القيادي الإسلامي علي بالحاج. تطورت درجة العنف في أحداث أكتوبر خلال أسبوع بشكل تراجيدي، وتم الرد بالعنف والنار على المتظاهرين الغاضبين. في اليوم الثاني من الاحتجاجات بدأ الكلام عن سقوط قتلى برصاص الجيش. كان هنالك إطلاق الرصاص دون انقطاع لمدة 10 دقائق، وعلى كل من يسير سواء شاب ولا شيخ كبير ولا امرأة. ناس يعني كانوا كثير من المسؤولين عارفين أنه يعني يوقع الانفجار، إمتى متى وبأي وسيلة وكيف يكون هذا الانفجار، ولكن عذرا حتى أنا ما كناش نتصوروا أنه الانفجار يكون بإراقة الدماء. غرقت الجزائر في فوضى كبيرة، وكثرت أعداد القتلى الذين أرداهم الجيش باستخدام الرصاص الحي، واتسعت حملات الاعتقالات، وتعرض المعتقلون للتعذيب والتنكيل في أقسام التحقيقات، كما حرم المتهمون من حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم، وكانت المحاكمات تتم بالجملة في غياب المحامين غالباً. الشيء الظاهر في حوادث أكتوبر هو ما شاهدناه كرابطة، هو ما شاهدته أنا كمسؤول عن الرابطة في شرق البلاد، هو ما شاهدته شخصيا وعاينته كمحامي ممارس. المحاكمات اللي تمت آنذاك محاكمات تمت بالجزاف تاع جماعات وجماعات وجماعات من المواطنين، ونسمع بيان من وزارة العدل مفاده وزارة العدل قررت وأعطت تعليمات للمحاكم الإسراع في المحاكمات والتشديد في العقوبات. بيّنت أحداث أكتوبر وتبعاتها حجم المأزق الذي تعيشه الجزائر والسلطة الحاكمة والرئيس الشاذلي نفسه. وكان الرئيس أمام صورة قاتمة ودموية. مرة أخرى طوى الشاذلي 4 سنوات من حكمه وهو يواجه امتحانا عسيرا. Même même dit qu'ils sont foutés des morts qu'il y a eu en octobre 88. C'est absolument faux. Quand il m'a reçu après le 16 où j'avais fait une conférence de presse pour dénoncer les tortures et les dépassements etc. On voyait que c'est un homme extrêmement affecté par ce qui venait d'arriver, y compris par le nombre de morts. C'est l'occasion de vous rappeler que Chedli Bejdi est le seul chef d'État algérien à ma connaissance qui a publiquement dénoncé la torture après que nous lui ayons remis ses rapports et après que nous l'ayons sensibilisé à cette question. كان يحس روحه مسؤول عن المأساة من جهة، ولكن كان يعتبر أنه مسؤول عن تسيير البلاد ولا يمكن أن يترك الأمور تهرب من يده، فكان القمع. فهذه هي مأساة الشاذلي بن جديد في أحداث أكتوبر. أحداث أكتوبر كنا نشعر بها قبل عام ونص، كنا عارفين باللي جاي شيء ما. لماذا لم تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنيب الجزائر ذلك الوضع؟ هذا كله لأن الرئيس لم يكن له المستوى الكافي، 2 أنه لم تكن له قنوات المعلومات لتبلغ بحقيقة الوضع، وبالتالي أعتقد أن الشاذلي لم يكن يدرك حتى وش كان واقع في الجزائر حقيقة، لم يكن يعرف، أحاطوا به غلقوا عليه
وسيروا به الأمور السنوات الأخيرة حتى وصلنا إلى أحداث أكتوبر. في خضم الأحداث التي عاشتها الجزائر، بدأ النشارع يفرض لغة جديدة. كان النظام أمام أزمة لا يمكن الخروج منها إلا بأحداث تغيير جذري. بعد أحداث أكتوبر برزت كل التيارات داخل المكتب السياسي، والمكتب السياسي كان منقسم بين ناس يطلبوا بإصلاحات وناس يطلبوا بالإبقاء بالجزائر بالوضع الحالي. عقد المؤتمر السادس لجبهة التحرير في أواخر شهر كانون الأول ديسمبر عام 1988، وقد أعيد ترشيح الشاذلي لفترة رئاسية ثالثة. ألقى الشاذلي خطاباً في العاشر من تشرين الأول أكتوبر، وعد خلاله بإجراء إصلاحات واسعة. نحن لدينا الشجاعة الكافية لنعترف بنقايصنا، وعندنا الشجاعة الكافية عندما نقتنع بالضرورة تقتضي مصلحة الوطن والأمة أن نتخذ إجراءات لإصلاح حتى في الميدان السياسي. عندما بدأ في تطبيق الإصلاحات كان معزول سياسيا وشرعيته في الحضيض، يعني الرئيس بدأت الكثير من النكت حوله، حول تسيره حول دور عائلته، ربطوه بالفساد رغم أنه قد لا يكون صحيحا دائما. ربطوا عائلته بالفساد وكان معزولا كرجل كمركز قرار. بعد أحداث أكتوبر وضع الشاذلي الخطوط العريضة لدستور جديد يضمن تطبيق إصلاحات كثيرة، وكان أبرز ما جاء فيه يتلخص في المادة 40 التي سمحت بالتعددية الحزبية للمرة الأولى في تاريخ الجزائر منذ استقلال البلاد عن المحتل الفرنسي. عرض الدستور على الاستفتاء وتمت المصادقة عليه في 23 من شباط فبراير عام 1989. المشروع هذا مشروع كامل متكامل حامل الرئيس بن جديد رحمة الله عليه. ما كانش قال نديروا إصلاح في شيء ونخلوا في شيء، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات سياسية، إصلاحات اجتماعية، إصلاحات مؤسساتية. تكي يجيك رئيس يبشر بالإصلاح ويقول الصلاحيات نتاعي نقسمها مع غيري. دستور 89 جاء بمسائل جديدة. أولاً ألغى الأيديولوجيا في الدستور، ثانياً فتح مجال الحريات، ثالثاً فتح مجال التعددية الحزبية. أحداث أكتوبر فصلت في النقاش السياسي اللي كان داخل السلطة، هل نذهب إلى التعددية أم لا؟ الجواب أصبح بديهي، التعددية أصبحت شيء بديهي. شاع مناخ من الحرية إثر إقرار الدستور، وتعددت عناوين الوقفات والمطالب، وفرضت حرية الثقافة، وبرزت إلى الوجود لأول مرة منذ الاستقلال عدة صحف خاصة دعمت حرية التعبير، وذلك بفضل الشاذلي وحسه الانفتاحي بالتأكيد. ونظمت في البلاد أنشطة للمطالبة بحقوق المرأة، وكان أبرز الإنجازات قد تمثل في ولادة 60 حزبا في الجزائر. هذا النضوج السياسي عند الشاذلي بن جديد جاء في أسوأ مرحلة نتاع الجزائر، وهي ظهور تيار إسلامي متشدد قوي جدا. Le fils est né dans la constitution de 1989. Ça nous renvoie à la contradiction majeure des événements d'octobre 88. Contre le parti unique, mais porte grande ouverte à l'islamisme. من أبرز الأحزاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان من أبرز وجوه هذا التيار
عباس مدني وعلي بالحاج صاحب الجماهيرية العريضة والحضور الكاريزمي. قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت مقسمة بين 5 أو 6 اتجاهات. قوة عباس المدني وعلي بالحاج في ذلك الوقت هو أنهم استطاعوا بفضل المزايدات أن يجمعوا بين كل هذه التيارات في تنظيم واحد. لما فتح المجال وفهمنا من توجه النظام أنه مقبل على إصلاحات وعلى فتح المجال السياسي، كان لزاما علينا أن ندخل المجال، كذلك من غير الممكن أن نترك يعني الكرسي الشاغر ونترك ربما أناس يعني مثلا من العلمانيين أو من الشيوعيين أو من الناس المعادين أو المخالفين للتوجه الإسلامي يسيرون البلاد، ونحن نبقى فقط يعني في الصراع وفي كذا. مدام الفرصة راهي موجودة، لماذا لا ندخلها؟ الشاذلي كان يرى في الإسلاميين عبارة عن بعبع يخيف به الديمقراطيين من جهة، ويستطيع أن يمتص النقمة الشعبية، يمتص ردود الأفعال السلبية للسياسات الاقتصادية أو للتأثيرات المديونية. لأن يعني الجزائر كانت وصلت إلى درجة أنها عجزت في تدفع فوائد الديون. C'est clair que le pouvoir pensait pouvoir utiliser ce mouvement contre les progressistes. C'est clair. Y compris d'ailleurs contre les progressistes du mouvement culturel berbère. C'est l'évidence même. كان العالم بأسره يشهد انعطافات كبيرة، فعقد الثمانينيات شكل الفصل الأخير من الحرب الباردة، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لعب المجاهدون الإسلاميون دوراً كبيراً في تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفيتي. وفي الجزائر نفسها كان التيار الإسلامي يحقق انتشاراً واسعاً، وقد وجه البعض اتهامات للرئيس الشاذلي باعتباره مسؤولاً عن تغلغل هذا التيار في البلاد من خلال تشجيعه للخطاب الديني أو سكوته عنه باسم الديمقراطية. الرئيس الشاذلي كان مؤمن هو الإيمان نتاع الوالد والوالدة، وكل جزائري بسيط يصلي صلاته في وقتها هذا، يعني حتى نكونوا قاعدين يأذن الظهر إنه يصلي هو، وساعتها يلوم علينا حتى احنا كلنا نصلي، ولكن قال يا ما تنوش صلوا. الشاذلي نيته كمواطن جزائري بسيط، يعني بعقلية المواطن الجزائري البسيط، كان يرى في الدين الإسلامي هو دين الآباء والأجداد. لم يكن يعرف كيف يستعمل الدين، لم يكن على اطلاع بالحركات الإسلامية التي كانت موجودة في ذلك الوقت في المنطقة العربية ككل. فرض التوجه الديمقراطي الجديد الالتزام بمواعيد دستورية، ففي 12 من حزيران يونيو عام 1990 أجريت انتخابات بلدية محلية حقق خلالها التيار الإسلامي حضوراً كبيراً. منذ ذلك التاريخ اشتد الاحتكاك بين ناشطين إسلاميين وقوات الأمن، ونظم الإسلاميون عدة مظاهرات احتجاجاً على التقسيم الإداري الجديد لتحضير الانتخابات، وكانت قوات الأمن ترد بالعنف وبالتوقيفات على هذه المظاهرات التي سار عباس مدني على رأسها أحياناً. تصاعد الاحتكاك فدعت جبهة الإنقاذ إلى إضراب عام ابتداء من 25 من أيار مايو عام 1991. في 5 من حزيران يونيو أعلن الرئيس الشاذلي تطبيق الأحكام العرفية، وتم اعتقال عباس مدني وعلي بالحاج، فأرسل ابن الأخير ليلقي خطبة في المعتصمين الإسلاميين في العاصمة. وبعد تأجيلها لستة أشهر أجريت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1991. La première fois
véritablement marquante où je l'ai rencontré, on était à quelques jours des élections qui allaient être les premières élections véritablement libres que j'ai jamais connues, l'Algérie. Et je lui ai posé la question innocemment, je lui ai dit, bon, on va avoir les premières élections apparemment libres du pays, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que le FLN va gagner? Il m'a dit, il n'y a rigoureusement aucun doute, d'après mes informations, le FLN va gagner ces élections. شارك مرشحو عشرات الأحزاب في الانتخابات التشريعية، لكن صناديق الاقتراع جاءت بما لم تحسب له السلطة أي حساب. انقلبت الطاولة في المشهد الجزائري، وفازت جبهة الإنقاذ الإسلامية ب 188 مقعدا في المجلس التشريعي، فيما لم تفز جبهة التحرير سوى ب 15 مقعدا. شكلت هذه النتيجة صدمة للرئيس الشاذلي نفسه. الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تجئ من صفر، يعني احنا كنا في سلك التعليم، كنا نتواصل مع الناس في المساجد، نربي الأطفال، كنا نقوم بالمخيمات الصيفية، كنا نقوم بدروس الدعم في الرياضيات، في العلوم، في كذا، في الأخيرية، في الفرنسية وفي غيرها، كان هناك تواصل مع الشعب. الوحيد الذي لم يشاهد بروزهم هو مؤسسة النظام السياسي، كانوا موجودين في الشارع الجزائري، يعني بداية 85-86 كان يكفي تروح أثناء العطلة في الصيف تشاهد بأن الإسلاميين سيطروا على 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 شواطئ الجزائر، فرضوا وجودهم كقوة حاضرة في الجامعات، ظهروا بقوة في الشارع، ظهروا بقوة من خلال بعض المظاهر، بالبروز ظاهرة الحجاب في هذه الفترة، بروز اللباس التقليدي واللحي والشكل هذا اللي يعرف به الإسلاميين. الخطاب السياسي كذلك بدأ الإسلاميين يظهروا على مستوى الخطاب، على مستوى كثير من الممارسات الاجتماعية والثقافية. النظام السياسي لم يشاهد هذا، وربما هذه أحد أسباب ضعف هذا النظام، أنه لم يكن يملك مؤسسات تستطيع التنبؤ بما يمكن يحصل. أعلن الرئيس الشاذلي قبوله بنتائج الانتخابات، لكن وزير الدفاع خالد نزار أسس مجلساً شبه سري مهمته وقف المسار الانتخابي. استعد الإسلاميون بسرعة للاحتفال بفوزهم الساحق، لكن دبابات الجيش سبقت المحتفلين إلى الشوارع وأقام العسكر الحواجز الأمنية. قالت مؤسسة الجيش في الجزائر كلمتها بأسلوب فاصل: نتائج الانتخابات مرفوضة وملغات، ووصفت جبهة الإنقاذ الإسلامية بالحزب التكفيري والمتطرف. في اليوم التالي خرج خطباء في المساجد يعلنون أن كلمة الشعب يجب أن تحترم، ويطالبون بإقرار نتائج الجولة الأولى من الانتخابات والسير نحو الجولة الثانية، كما طالبوا بضرورة إقرار الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم. لو خذت الجزائر الوقت من دستور 89، خذت الوقت اللازم أن تخلق حياة سياسية، تخلق مجتمع مدني، تشجع القوى الديمقراطية أن تخلق تيار قوي، ثم تروح للانتخابات، تخلق نقابات مستقلة. يعني مشكلة تاعنا احنا أن تسارعنا في تنظيم الانتخابات، وهذه في اعتقادي الشخصي سبب الأزمة اللي عاشتها الجزائر. الشاذلي بن جديد انتهى في جوان 91 بسقوط حكومة الإصلاحات، لأن المنطق السياسي بعد ذلك تغير تماما. المنطق السياسي الذي جاء بعد جوان 91 لم يكن في مواصلة التجربة الديمقراطية، إنما وضع حد للتجربة الديمقراطية. يمكن القول أنه كشخص كرئيس أراد أن يذهب بديمقراطية إلى الأمام كشخص، ولكن كرئيس هناك جماعة أخرى ربما فرضت عليه ورقة طريق وفرضت عليه حدود لا يمكن أن يتعدى. disons qu'on n'était pas encore préparé à vivre sous le régime d'une constitution comme celle-là et la preuve on n'a pas laissé à la constitution de 89 le temps de faire ses preuves. Tout de suite après, ça a débouché sur la décennie rouge, qu'on appelle communément la décennie noire. لم يستسلم الإسلاميون لقرار المؤسسة العسكرية. استمرت محاولات إقامة التظاهرات،
فيما تابع خطباء المساجد الدعوة إلى مواجهة النظام. تطورت الأزمة وكانت الجزائر قد دخلت نفقاً مظلماً وعاشت ما سيسمى لاحقاً بالعشرية السوداء، عقد من الزمن شهد اغتيالات وأعمال عنف متنقلة فردية وجماعية. أقيمت الحواجز وجرت عمليات خطف وطعن ونصب الكمائن. كانت تيارات إسلامية تشن حرب عصابات ضد النظام، لكن تلك الحرب دفع ثمنها المدنيون الجزائريون. بعد انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية حدث ارتباك أن النظام السياسي الجزائري أو بنية أو قيم الأساسية للنظام الجزائري أحس بالخطر، وبالتالي كان يحتاج إلى تعطيل الحياة السياسية أو تعطيل المسار الذي بدأت فيه الجزائر منذ دستور 89 فبراير 89. فكان لابد من تغيير على هرم السلطة، لابد أن يذهب الرئيس لإحداث قطيعة. حتى لا نكون عائق وعرق لأي تفكير في الحل، يحفظ من خلاله وحدة الأمة والأمن والاستقرار للبلاد، قررت وأردت أن نعلن هذا القرار أمامكم جميعا داخل مجلس ورئيس المجلس، اللي نعلن أمامكم استقالتي من رئاسة الجمهورية ابتداء من هذا اليوم. منذ استقالته في شهر كانون الثاني يناير عام 1992 اختار الشاذلي بن جديد ما يشبه العزلة السياسية، بل روج البعض مقولة مفادها أنه كان في إقامة جبرية. عندما غادر الشاذلي السلطة في 92 كانت الجزائر في وضع اقتصادي سيء جدا، على أبواب حرب أهلية، في اضطراب سياسي كبير جدا، يعني النتيجة تقول بأنه يجب أن يبعد، يجب أن يبتعد، يجب أن يستقيل من ناحية سياسية. كل المعطيات تقول بأنه أقيل، والله نأخذ عبارة أنت أحد السياسيين الجزائريين الذي قال بأنه استقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعد ما شاهدنا التصريح الذي قدم به سيد الرئيس الشاذلي بن جديد، وبعد اطلاع على الرسالة التي سلمها إلى مجلس الدستوري واطلعنا على محتواها، ونعلن بإثبات استقالته من مهامه كرئيس جمهورية. ما حدث بالضبط؟ كلمني الرئيس الشاذلي في الهاتف وقال لي خليفة أروح أنا نحتاجك. قعدت معاه قال لي خليفة نعيط لك لأنني قررت نستقيل، اخترت الطريق الصعب، وهو أن ما وعدت به ما قدرتش نوفي به، فضلت نغادر الصح. واستقالة الرئيس هي استقالة بمحو إرادته. كان الشاذلي يقضي معظم وقته فيما يشبه العزلة في بيته في وهران، ونادرا ما غادر بلاده، فقد سافر مرات قليلة إلى بلجيكا ثم فرنسا للمعالجة. في السنوات التي تلت خروجه من الحكم كان الشاذلي محاطا بعائلته، زواره قلائل كلهم من المقربين منه، وكانت حياته بشكل عام هادئة جدا بعيدة عن كل صخب السياسة، كأنه أراد الانسحاب كليا من المشهد العام. غاب طويلا ثم أطل عام 2008 لمرة وحيدة، حيث أعطى تصريحا صحافيا هاجم فيه الحرس القديم في السلطة. الرئيس الشاذلي كان باش نقول لك يعني يتابع الأحداث ويتكلم عليها، لا، كان يقرأ في الجرائد، كاين من يقول مليح وكاين من يقول قبيح، لكن يقرأها بصمت، ونحس به كان يتألم. في العام 2012
نقل شاذلي بن جديد إلى العاصمة الفرنسية باريس ليعالج من مرض عضال تفشى في جسمه. رقد في المستشفى لفترة ثم عاد إلى بلاده، وتوفي في الجزائر العاصمة يوم 26 أكتوبر عام 2012، حيث أقيمت له مراسم جنازة رسمية تليق برئيس جمهورية سابق. شاذلي وطني مخلص مجاهد يحب الجزائر، لكن لم يكن مهيئ لحكم الجزائر. من إرث الثورة التحريرية حاول أن يحكم البلاد في مرحلة صعبة جدا، وأدخل البلاد إلى عهد الديمقراطية، لكن خرج من الباب الصغير. كان عنده مشروع كبير جدا، لكنه خرج من التاريخ من الباب الضيق. هذا التناقض هو اللي يعطي صورة تاع شكون هو شاذلي بن جديد.